طيب أحاديث جو بايدن السابقة والتي ذكر فيها قبل الانتخابات بأنه سيعمل على دعم المعارضة التركية في مواجهة أردوغان وأنه سيسعى للإطاحة بأردوغان، هل ترى بأن تلك التصريحات ذهبت أدراج الرياح وأنه غير قادر بالفعل على الإطاحة برئيس أردوغان وأن هناك تعاون الآن أمريكي تركي نتيجة قطعا الاعتراف بقوة أردوغان؟ والله هو هم حاولوا قبل كده، يعني هو الانقلاب اللي حصل في تركيا قبل كده كان في ظل إدارة باراك أوباما وبايدن. بايدن كان هو نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت يعني، لكن لم ينجحوا. وإذا ومع مرور الوقت الحقيقة ووجود هذه النجاحات والتقدم في تركيا أصبح من الصعب جدا، ومع وعي الشعب التركي ورفضه للانقلابات العسكرية الحقيقة اللي أظهر العالم كله، وشفنا الناس بترمي نفسها قدام الدبابات عشان تفشل هذا الانقلاب، من المستحيل أن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة في هذا الشيء مرة أخرى.